كيف تصنع الأحلام؟ كيف يكون ما في القلب أكبر أعمق أبهى من كل الكلام؟ قصة انتماء وحب. كيف يأتي كل هذا الحب؟ احنا دائما اليد واحدة. كيف تتحول القصة إلى نافذة ودرب؟ جمع اللاعبين وقال لهم إذا ما نرجع ببطولة ما احنا رجال. كيف يصبح ناديك هو الأيام؟ هو فرحة الأيام للأجيال. قلب بطرفك في السماء وحسنها، هل زانت الدنيا بغير هلالي؟ كيف السبيل للمجد للألق للخلود؟ ممكن يخسر مباراة مبارتين ولكن يعود في بطولة، على الأقل يفرح مرتين ثلاثة بالسنة. يحدث حين تصبح الأمسيات للأمنيات، حين تصبح عنوانا للبطولات، حين تفسر الحلم وتعلو صهوة الانتصارات. يجب عليك انك انت تكون متعود على الفوز وكذلك على البطولات. حين تصبح للآمال وللرجال، حين تصبح شامخا مثل الجبال. أهرامات من الكرة السعودية، هو قلعة من قلاع الرياضة في المملكة العربية السعودية. يحدث إذا كنت الهلال. هل تسمع كل هذا الضجيج؟ هل ترى تلك الوجوه؟ هل تسبق الريح تطارد نصرا خلف نصر؟ هل بالإمكان أن ترسم تفاصيل أسطورة هي على الأرض وإن بدت من السماء؟ الهلال السعودي فرح يحدث للتو دوما وإن بدا كالمعاد. الهلال السعودي قوس قزح وتباشير صبح وحكايات سامر وقصة درب طويل يمتد إلى الدنيا من عمق الرياض. أعرفت كيف السبيل إلى الخلود؟ بسيطة، حين يكون الاسم ملكيا اختاره سعود. أعرفت كيف السبيل إلى القلوب؟ سيجيبك قلبك حين تؤدي إليك كل الدروب. كيف السبيل إلى المحال بالهلال؟ هو النادي لكنه عين الجمال، هو النادي لكنه موطن الفخر والنصر، هو الإجابة للسؤال، هو الهلال، هو الهلال. كل الأولويات كانت لك، كل الأمجاد والأرقام والأسماء، مسيرة من نصر ومن مجد ومن ضياء. أول ناد سمي بمرسوم ملكي، أول ناد يفوز بالدوري السعودي والسوبر السعودي والسوبر السعودي المصري، وأول ناد يحقق المجد الآسيوي. في كل درب ترك علامة، ليس في الكرة وحدها وإنما في كل اللعبات. أينما سار توافقه الانتصارات والبطولات. هو الأكثر فوزا بلقب الدوري وكأس ولي العهد وكأس الاتحاد والسوبر، الأكثر فوزا بالألقاب الخارجية، الأكثر فرحا ووهجا والأعلى صوتا في المدرجات. ربما يأتيك الضجيج الآن، فحتى بعد أن تبرح الجماهير أماكنها في المدرجات لا يتوقف الهتاف ولا الضجيج. تشجيع الهلال له طعم ولون وأريج. تشجيع الهلال
أمنية وحلم بهيج. محب نادي الهلال يحب نادي الهلال، يعشق نادي الهلال، ما عليه من الأندية الأخرى. وهذا السر من أسرار نادي الهلال. من يحب الهلال يحب الهلال، يعشق الهلال، ما يشجع إلا الهلال. لما يكون جمهور مثل جمهور الهلال لا يمكن يشعر من يعمل في نادي الهلال بالإحباط، يشعر بالتحفيز، يشعر أنه لابد يعمل المزيد، ولكن لا يمكن أن يشعر بالإحباط. جمهور الهلال ينظر لفريقه أكثر شيء. الأشياء المتميزة في الهلال أنه خلفه جماهير عريضة، جماهير كبيرة، تصنع الفرح، تصنع الانتصار، تساند الفريق، تصبر على الفريق. لم تكن في يوم الأيام يعني تطالب الفريق إلا أن يكون بطلاً وأن يكون ذهباً في المراكز الأولى. قصة الزعيم في آسيا تستحق أن تروى، فهي قصة لا تخصه وحده، ربما تخص كل العرب، فقد حقق لهم مجداً باسمهم، نصب نفسه ملكاً على عرش القارة الصفراء بالعرق وبالكفاح، وكتب بانتصاراته في ملاعب آسيا أروع وأجمل قصة نجاح. الهلال في آسيا أسماء وانتصارات وأصداء. منذ 30 عاما بالتمام والكمال بدأت رحلة المجد والذهب، منذ أول لقب أحرزه زعيم آسيا عام 1991، وبعده بدت آسيا وكأنها كانت في شوق إليه، كانت في انتظار فارسها المغوار، كانت في انتظار هلالها ليضيء شمسها في الليل وحتى في النهار. لما تحققت البطولة سوية صار عندنا كهلاليين طموح أكثر، طموح أنه هذه البطولة من ضمن البطولات اللي لازم يحصل عليها الهلال على القارة الأسوية. يمكن الهلال حقق بطولات محلية كثير، فأصبحت البطولات الأسوية يعني من البطولات المهمة اللي تنقلك إلى مرحلة حدث عالمي. الهلال فريق كبير ما ينظر إلا لنفسه، وهذا السر من الأسرار نادي الهلال. كل جيل يأتي يحمل الراية من الجيل اللي قبله، لما يجي جيل حديث الجيل اللي قبله سبقه خذ بطولة آسيا فيقول أنا لازم أحقق بطولة آسيا، فهذا ورث الحمد لله يعني مكتسب في نادي الهلال. على درب الإبداع الهلالي سار كثيرون، وطارت قلوب وضجت المدرجات بالفرحة والهتاف. على درب الهلال سار صالح النعيمة وفهد المصيبيح، وسار يوسف الثنيان أكثر اللاعبين السعوديين تواجدا على منصات التتويج كقائد للفريق ب17 كأسا رفعها عاليا. على درب الهلال سار سامي الجابر السعودي والعربي الوحيد الذي سجل في 3 بطولات لكأس العالم. على درب الهلال سار نواف التمياط أفضل لاعب في آسيا عام 2000. على درب الهلال سار محمد الشلهوب، خالد التيماوي، محمد الدعيع وياسر القحطاني. سار من سار وبقيت الراية الهلالية مرفوعة يسلمها نجم إلى نجم وبطل إلى بطل. بقيت قلعة الهلال ساحة للمجد وللرجال. كل الأجيال اللي حققت بطولات آسيوية لنادي الهلال تحققت بجميع مسمياتها، بالمسميات القديمة، بالمسميات الحديثة، أبطال دوري، كأس الكؤوس، سوبر، كلها تحققت. فالهلال يعني يكاد يكون النادي الوحيد الآسيوي اللي حقق جميع هذه البطولات بجميع مسمياتها. الهلال يتزعم القارة الآسيوية عبر بطولات كبيرة حققها عبر أجيال مختلفة مر فيها الهلال، والحمد لله أنا كنت من ضمن الأجيال حققت 5 بطولات آسيوية وساهمت فيها الحمد لله مع فريق الهلال وتزعمنا فيه القاهرة. فالحقيقة يعني مشوار كبير وذهبي، وأجيال مرت على هذه البطولة ورجال أيضا عملوا على تحقيق هذه البطولة،
فكانت البطولات الآسيوية بالنسبة للهلال الحقيقة يعني مشوار ذهبي ومشوار مشهود. من أعظم الفرق في آسيا يعني شوف 91 حققنا البطولة وصل الهلال برضو من الإخفاقات وبرضو من الضغوط اللي حققناها عام 2000 برضو بعد من 2000 إلى 14 الهلال كان يوصل للنصف النهائي يوصل إلى ربع النهائي ولكنه ما يوفق في النهائيات وصلنا إلى 14 والمباراة اللي الجريمة حقيقة اللي لا تذكر وبرضو خسرناها بفعل فاعل ومع ذلك الهلال واصل وصلنا إلى 17 وبرضو خسرنا فلله الحمد حققناها في 19. لا خلاف على أن الهلال هو أكثر الأندية العربية نجاحا في المسابقات الآسيوية فقد حقق بطولاتها تحت جميع المسميات. فاز الهلال بكأس آسيا للأندية أبطال الدوري 3 مرات وكأس آسيا للأندية أبطال الكأس 2 وكذلك كأس السوبر الآسيوي. شارك الهلال في البطولات الآسيوية بمختلف مسمياتها قرابة 20 مرة لكنه منذ استحداث نظام جديد للبطولات الآسيوية واقتصارها على بطولتي دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي منذ العام 2003 حقق اللقب 2. الناس كلها تتكلم عن ذكريات الهلال البطولات الآسيوية اللي بدأنا واخذناها عام 91. الهلال له مشاركتين قبل البطولة هذه وكان هو ثاني نادي سعودي يستضيف البطولة الآسيوية. أول نادي كان النادي الأهلي عام 85 على ما أعتقد وقيمت البطولة في جدة ووصل النادي الأهلي للنهائي وخسر ضد فريق كوري. السنة اللي بعدها احنا استضفنا أول بطولة تجمع آسيوي وكانت المفاجأة أن احنا خسائرنا تكون بسببنا احنا يعني عدم الاهتمام بالفرق المشاركة أو من القبيل. الأندية اليابانية كانت غير معروفة، اليابان كلها كانت غير معروفة كرة القدم. أول مشاركة لها كانت في عام 88 بالنسبة للمنتخبات. عام 86 كانت البطولة هنا وكان في فريق ياباني فاجأنا في المباراة الأولى وهزم الهلال 4-3 وكان الهلال ذاك اليوم يوم سيء. البطولة هذه الحقيقة جعلت عندنا يعني ردة فعل صعبة جدا وكانت من الأسباب أنا أعتقد أنها بعدها بدأنا نركز ذهنيا ونركز على تفاعل مع المباريات وخاصة فيما يتعلق بالمباراة الأولى لأي مشاركة خارجية. السنة اللي بعدها وصلنا للنهائي وكان المفروض أن نروح اليابان ولكن لظروف المنتخب أو لجلب لاعبين المنتخب في تلك الفترة 10 لاعبين من نادي الهلال ورفض إدارة المنتخب في تلك الفترة أنه ينضموا معنا بعض اللاعبين، لذلك الهلال ما حب أنه يضحي بسمعة الكرة السعودية قبل كل شيء، فلذلك الأمير عبد الله بن سعد رحمه الله فضل أن ننسحب من هذه البطولة. فانسحبنا من هذه البطولة وغرم نادينا في ذاك الوقت 50,000 دولار. بدأ الهلال مشواره في تاريخ البطولات الآسيوية بمواجهة الجهراء الكويتي ذهابا وإيابا وفاز الهلال في المباراتين بنتيجة واحدة بهدفين دون رد ليتأهل الزعيم السعودي إلى النهائيات المجمعة عام 1991. البطولة مرت يعني جت في وقت تقريبا حرج من ناحية وضع الفريق ومن ناحية شو اسمه نتائج الفريق. كان الهلال يعني فنيا ما هو جاهز خاصة في الدوري المحلي ولعدة أسباب. السبب الأول هو اعتزال بعض اللاعبين زي الكابتن صالح النعيمة فهد المصيبيح يعني عبادي الهذلول وغيره من النجوم،
صعود بعض اللعيبة إلى الفريق الأول، وطبعا دائما يكون فيه شوي اختلاف، فكان وضعنا الفني ما هو جيد صراحة في الدوري المحلي. مما دعا للشيخ عبد الرحمن بن سعيد رحمة الله عليه شيخ الرياضيين تشكيل لجنة ثلاثية برئاسة الأمير نواف ومحمد والأمير عبد الله بن سعد والأمير خالد بن محمد، وذلك للإشراف على الفريق ووضع الفريق. إحنا اللي عملناه إن أبعدنا الفريق في الفترة اللي قبل ما يمشي، بعدناه عن المشاكل الموجودة في النادي، وهيئنا الفريق إنه والله إحنا الآن مشاركاتنا الخارجية تهمنا أكثر من الدوري نقاط ممكن نلحق عليه بعد ما نرجع. فكانت هذه هي يعني هدفنا الرئيسي أننا نحظى بهذه البطولة، وكانت هو تركيزنا عليها. المدرب ما كان يعني ماشي مع الفريق بالشكل المطلوب. رأت اللجنة الثلاثية أنها تنهي عقدة وتتعاقد مع مدرب، وهذه برضه صعوبة لأن البطولة ما بقي عليها إلا أسبوعين أو تقريبا 15 يوم. أقالوا أميلو وتم التعاقد مع سيدينهو في ذيك الفترة لإشراف على الفريق. ما كان مدرب يعني وليس له أي سي في، حتى لما وصل للرياض يعني أنا شخصيا طرقت تقرير عنه وكتبت تقرير عنه في الرياضية، سوى ضجة لأنه مدرب بلا شيء يعني لا شيء. فكان يعني الكل متخوف، ونحن صراحة في الطائرة اثنين تعرف كلاعب مرح لاعب يحب الجو يعني الحيوي. فقال وهو واقف مع مجموعة جمع اللاعبين وقال لهم إذا ما نرجع ببطولة ما احنا رجال. من بداية وصولنا القطر بدأ يشتغل الأمير خالد، وهذا تسجل له صراحة يعني عمل مجهود جبار جدا، قرب من اللاعبين، حل مشاكل، جلوس مع أكثر من اللاعب، عمل شيء للاعبين في معسكر الفريق. يعني الدور اللي احنا ساكنين فيه قلبها الأمير صارت اجتماعات ومحل ألعاب محل مسابقات، بالإضافة لمشاركة اللاعبين خالد الدايل وذا طرح مسابقات دينية وطرح مسابقات ثقافية ورياضية، كان جو عائلي من بداية أول يوم وصولنا في قطر، وهذا شيء يشكر عليه الأمير خالد محمد صراحة. هؤلاء الرجال أوجدوا بيئة جذابة وبيئة جميلة في تلك الفترة. واجه الهلال بيونغ يانغ الكوري الجنوبي والاستقلال الإيراني، وكسبهما الهلال على التوالي بهدفين نظيفين وهدف نظيف. تأهل إلى دور الأربعة حيث واجه الشباب الإماراتي وعبره بهدف نظيف. بعد التأهل للنهائي تدفق الجمهور، جمهور كثيف جدا، يعني أعتقد أنه يعني ملأ قطر ملأ الدوحة. فكان هذه أهم يعني مزايا التحفيز للاعبين، حضور جماهيري كبير. أيضا جاء الأمير روح محمد والأمير عبد الله بن سعد، جماهير الهلال كانت مميزة جدا في حضورها الكبير، وأيضا في إعلاميين ما كانوا موجودين بعضهم جاي على سيارته. يعني وفي المباراة النهائية لعب الهلال أمام الاستقلال الإيراني، وانتهت المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق. هزيمة الرجال في بداية الشوط الثاني وكلام والحماس والروح تحقيق البطولة تحقق والله الحمد في الشوط الثاني عندما أحرز حسين حبشي هدف التعادل. استمرت عاد المباراة سجال وضياع فرص للهلال أكثر، وإلى أن جت الوقت الإضافي ولعبنا الوقت الإضافي برضه في فرص ضايعة من الهلال، والشوط الثاني صار فيه تحفظ كثير ما بين الفريقين على أساس لأن كل واحد خايف خلاص، إلى حتى ما انتهت المضرب ضربة الترجيح والتي كسبها الهلال بأربعة أهداف مقابل هدفين. برا ضيعها اللي هي عاد ضربات الحظ، ولله الحمد توفق فيها الهلال، رغم أن الحسين الحبشي أخفق في الضربة الأولى وهم أخفقوا في الضربة الأولى برضو، يوسف الثنيان حقق، جاء بعدها الفريق الإيراني وبرضو سجل، ثم جاء يوسف جازع سجل، الفريق الإيراني ضيع، جاء منصور أحمد سجل، جت المباراة النهائية. هنا عاد دور خالد الدايل
اللي أبلى بلاء حسن في المباراة في البطولة كلها عموما، بس عاد في المباراة هذه ولله الحمد صد ركلة الجزاء، أعلنت للهلال بطولة أبطال الدوري الآسيوي لأول فريق سعودي حق هالبطولة في عام 91. وخالد الدايل، عباس يتقدم، تنتهي أبلاغ، شوف عباس الخاب يشوت، هلالية. وقتها عرفت القارة أن هناك بطلا قادرا على صناعة التاريخ. وقتها امتدت الفرحة إلى الرياض وزفت الجماهير البطل بعد أن عاد. كان الوالد فخور جدا فيها، أول بطولة قارية على مستوى الأندية السعودية، ثاني شيء أنها كانت في عهده بحكم أنه مؤسس النادي، وتكون أول بطولة قارية تكون برضه في رئاسته، فكان فرح جدا في هذه البطولة لأنها أعطت الهلال بعد قاري، فأصبح اسم الهلال متداول من في ذلك الحين. في بطولات سابقة شارك فيها الهلال وكان في المركز الثاني ولكن ما حقق فيها البطولة، هذه أصبح على قمة الأندية الآسيوية. البطولة الأولى يعني 91 لما تقارنها كأجيال، البطولة هذه كان فيها مزيج ما بين لاعبين كبار في السن وكان لهم مو كبار ولكن أقصد يعني يكون الخبرة، وما بين لاعبين في وقتها كانوا يعتبرون لاعبين صغار في السن وما يملكون الخبرة، وكان مزيج الحقيقة واستمرت كذلك حتى الآن. لكن لو تلاحظ أنه في 91 ما كان بدأ الاحتراف، كانت الاجتهادات بالنسبة للإدارة في وقتها واللاعبين كانت أقوى، بحيث لأنه ما كان في الإمكانيات المتوفرة الآن، ما كان في التقنية الحديثة المتوفرة للمدربين بالشكل الآن، ما كان فيه اللاعبين الأجانب اللي يساعدون الفريق أيضا خلال الدوري ترفع مستويات اللاعبين السعوديين كما هم اللاعبين الأجانب اللي في الوضع الحالي الآن يعني بمستوياتهم، ما كان فيه الحافز المادي الكبير للاعبين من رواتب وإلى آخره، فأنا أعتقد أنها كانت أصعب على الجيل هذاك من الأجيال اللي بعدها يعني. وهي البطولة على ما أظن الوحيدة على مستوى الأندية السعودية اللي تحققت بدون لاعبين أجانب، فكانت هذه البطولة كلها لاعبين سعوديين محليين، لأن على بداية طلوعنا لحنا للفريق الأول كجيل المدرسة الهلال اللي كان نتاج الأمير بندر محمد مدرسة الهلال الكروية، فبداية جيلنا الحمد لله تحقق يعني حققنا وساهمنا في أول بطولة آسيوية كانت مؤثرة في تاريخ الهلال، وكانت هي من أهم البطولات اللي حقق الهلال في هذا التاريخ. هذا فخر لكل شخص، وخاصة أن يكون هذا الإنجاز يعتبر الإنجاز الأول بالنسبة لنا كهلاليين على القارة الآسيوية، حدث سيبقى في الذاكرة، ذاكرة منصور الأحمد وذاكرة الهلاليين في أي بطولة تحصل في البطولات الآسيوية حتى الآن. نجم المباراة سامي. بعدها وفي العام 1997 كان الموعد مع كأس آسيا للأندية أبطال الكؤوس، لعب الهلال في مبتدى الرحلة أمام العرب الكويتي، خسر في الكويت بهدف لكنه عاد في الرياض ليثأر وينذر في ذات الوقت، فاز بستة أهداف نظيفة كشر بها عن أنيابه وأكد عزمه المضي حتى النهاية، وأمام النصر العماني فاز الهلال في الرياض بخماسية كانت ثقيلة على الشقيق العماني الذي أعلن الانسحاب قبل الإياب. مضى الهلال حتى المباراة النهائية والتي كانت أمام ناغويا الياباني، وفيها فاز الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف ليتوج باللقب الآسيوي الثاني في تاريخه. وليؤكد أن القارة بات لها كبير من الرياض يعلو صوت جماهيره كالهدير، والجمهور أيضا يعبر عن سعادته بهذا الانتصار. كان كعادته متألقا جميلا يقدم الابتسام والفرحة لجماهيره ولمحبيه على أرجاء الوطن العربي. لا أنسى الحقيقة أنه أبدع لاعبوه كثيرا
سواء سامي الجابر، صلاح بصير، يوسف ثنيان وكل نجوم الفريق الهلالي آنذاك. احنا كلاعبين داخل أرضية الملعب كنا عازمين ان نحقق البطولة الآسيوية، لان قبلنا الجيل السابق يعني عام 91 كانوا محققين البطولة، فكانت صعبة علينا يعني. الجيل كان ذهبياً للفريق الهلالي، والذي يبدو توارث هذه الذهبية المتواصلة. كانوا نجوم متواجدين يعني اسم ثنيان، سامي الجابر، فيصل أبو ثنين، خالد تيماوي، فادق شيان. كان جيل يعني ما راح يتعوض. فكنت أنا اللاعب الوحيد اللي طبعاً كنت مشارك في التشكيل الأساسي كأصغر لاعب، فكانت صعبة بالنسبة لي يعني. كان في رهبة، في خوف من الجماهير، أعضاء شرف يعني. لازم أنا كلاعب يعني أقدم كل ما عندي للكيان، لازم أنا أبرز كلاعب يعني صاعد بين النجوم. الياباني عرضية أمام مرمى الهلال، خلص شريده ولا تلعب خطره بالمرمى. الى تخلف بهدف ثم عاد ليلحق بفريق قابيلو اليواباني على ما اذكر، وينتصر عليه في مباراه كانت مليئه ب استطيع ان نسميها رجوله كره القدم. وبالتالي كنا في امس الحاجه انه باش نفوزوا بهذا الكاس، باش نهديوا ديك الجماهير العريضه اللي كانت كتساندنا وكانت مخلصه ووفيه لينا. والحمد لله بما اني كنت لاعب اجنبي الفريق كان خصني ندير البصمه ديالي ونخلي الاثار ديالي، والحمد لله تاتى لي الهدف الثالث اللي هو الهدف ديال الفوز والاطمئنان اللي خولينا ان نفوزوا بذاك الكاس الاسيويه. وكانت هناك يعني درنا واحد الحمله مرتده ومشيت راسي راس الحارس مرمى وضيعت الهدف. المهم ماشي ضيعت، ولكن درت اللي خاصو يدار، ولكن الحارس كان ادهى مني خداها، فانا تاسفت لان ضاعت هذيك الكره وحتى الجماهير تاسفوا. ولكن في نفس الوقت انا ذاك كانت العاده عند حراس المرمى قبل ما يعني يديجاجيو الكره كيضربوها مع الارض يعني جوج مرات او ثلاث، فانا استشعرت بانه غيضربها مع الارض. فالوقت اللي غيضربها مع الارض انا سرقت هذاك الكره من اليدين ديالو حتى ضربت الارض، واستغليت ذاك الفرصه وسجلت الهدف الثالث اللي هو هدف الاطمئنان. 3-1 والله نتيجه تريح، نتيجه تريح. يعني في شيئا ما من الغرابة، ولكن كيف ما كان الحال أعطانا يعني الفوز والإطمئنان. مبروك مبروك مبروك، والحمد لله على توفيقه، ويوسف يرفع الكأس الهلالي عاليا. في ذات العام 1997 لعب الهلال كأس السوبر الآسيوي. كانت البطولة وقتها بنظام الذهاب والإياب بين بطلي كأس الدوري وكأس الكؤوس. لعب أمام بوهانغ الكوري في الرياض وفاز بهدف نظيف. كأس السوبر الآسيوي جاء بعد نهاية الموسم الرياضي. الهلال تأهل لنهائي كأس دوري خادم الحرمين الشريفين بعد تجاوز النصر، بعدين خسر مباراة النهائية أمام الاتحاد، فكانت ظروف الفريق النفسية ربما صعبة شوي بعد الخسارة النهائي الدوري. لعب المباراة الأولى أمام بوهانغ الكوري، فاز الهلال في الرياض 1-0. طبعا الهلال في فترة المربع الذهبي في ذلك الموسم كان عنده مدرب برازيلي اسمه فيريرا. أقال المدرب بين مباراتي الذهاب والإياب، بعدين تم التعاقد مع البرازيلي أوسكار. برازيلي أوسكار عنده خبرة عن الهلال ودرب الهلال في موسم 92-93 قبلها بثلاث أربع سنوات. قاد الهلال للمباراة النهائية، فاز في مباراة الإياب، قاد الهلال المباراة النهائية، بعدين خسر المباراة النهائية. فجاءت مباراة بوهانغ في الذهاب في الرياض كمباراة مفصلية خلينا نقول، وهي كاختبار حقيقي للمدرب. الفريق كان ينقصه بعض العناصر، كان ينقصه المدافع الزامبي ليتانا، بصير صلاح الدين المغربي كان غير جاهز بشكل كامل لياقيا، وبالتالي ما لعب إلا آخر ربع ساعة تقريبا من المباراة. الهلال لعب المباراة، ضغط في بداية المباراة، ركز، لكنه ما استطاع تسجيل هدف إلا في آخر ربع ساعة تقريبا، في يمكن دقيقة 77 و 76 سجل سامي الجابر الهدف. الهلال لعب طبعا بتشكيلة عبد الله الدعية، وعبد الله الدعية الحارس التاريخي لكل المدخل السعودي مع شقيقه محمد. كانت أول بطولة آسيوية يشارك فيها عبد الله كحارس أساسي في الأدوار النهائية. كان أحمد الدوخي وخالد الرشيد ومنصور المينع شارك متوسط دفاع إلى جانب فهد المفرج.
خميس العويران رحمه الله وفيصل ابو اثنين وحسين المسعري ويوسف الثنيان والاكوادور يسوزا وسامي الجابر. هذه في تشكيله مباراه الذهاب، فاز الهلال في الرياض 1-0. وفي كوريا تعادل الطرفان ليخطف الهلال بطولته الآسيوية الثالثة والثانية في نفس العام، ثنائية كانت أبهى عنوانا للبطل وأغنت عن كل الكلام. لعب الهلال مباراة الإياب، المفاجأة أنه تلقى هدف الهلال في أول ربع ساعة من مباراة، في الدقيقة 13 تقريبا تلقى هدف، كانت تسديدة من مسافة بعيدة، لم يوفق محمد عبد الله الدعيع في التصدي لها. دخل الهلال في ضغط كبير، يعني انه الان الكفتين متساويه وانت تلعب على ارض الخصم. سامي الجابر ربما رجح كفه الهلال، ما هو بالهدف فقط، قام بالعديد من المراوغات حتى طرد لاعب من الفريق الكوري مع نهايه الشوط الاول، وبالتالي اصبح الفريق الكوري بعشر لاعبين، وهذا امر جيد بالنسبه للهلال. الهلال بدايه الشوط الثاني سامي الجابر تلقى تمريره يعني ذهبية من يوسف الثنيان، سجل بها الهدف اللي ربما قتل الكوريين، لأن الكوريين كان مطلوب منهم هدفين بعد ذلك. بعدها استمرت مباراة، طرد فهد مفرج من الهلال وبالتالي تساوت الكفتين. طبعا في مباراة الإياب كان في بعض الظروف، يعني ربما تغيرت تشكيلة الهلال، شارك علي قليتانا رجع للفريق وشارك، فيصل أبو اثنين بقى على دكة البدلاء، منصور المويع تقدم إلى منطقة المناورة، ولكن الهلال افتقد لصلاح الدين بصير المغربي وهو مهاجم هداف، مهاجم خطير جدا، كان معنا في المباراة. فلما وصلنا هناك جانا خطاب أو جانا اتصال أنه بصير ما يقدر يلعب، المنتخب المغربي يرفض مشاركة بصير في المباراة، مع أن بصير لاعب مهم ولاعب مؤثر في الفريق، يعني وكان لاعب أجنبي هذاك الوقت بصير. فالحقيقة يعني ذهننا كيف يعني منتخب عربي شقيق يعني يحرمنا من لاعب مع أنه وصل معنا في كوريا. كان نهائي يوم الخميس وفي نفس أسبوع، يعني يوم السبت كانت عندنا مباراة رسمية مع المنتخب الوطني المغربي، وأنا ذاك ألحت الجامعة المغربية أنه لازم يكون الحضور ديالي مع المنتخب الوطني المغربي. فكان تأثير علينا احنا كلاعيبة يعني كبير، لما تخسر واحد من زملائك لإصابة تتأثر، فبالك يعني اللاعب ما فيه أي شيء ويجيك خبر مثل هذا. كان بالنسبة لنا كلاعيبة حقيقة أحبطنا كثير، ولكن عزيمة اللاعبين والبديل الحمد لله اللي ممكن يغطي ويكون يعني يلغي يعني هذا الغياب موجود. فالهلال خشية من الدخول في معمعة من الاحتجاجات وإلى آخره، رغم أنه سافر مع الفريق إلى كوريا، لأنه بقى في المدرجات خارج التشكيلة 18 لاعب المشاركة في المباراة. تعادل الهلال 1-1 مع بوهانك، والحمد لله حقق البطولة في النهاية، وهو اللقب الهلال الآسيوي للهلال الثالث يعني في مسيرة الألقاب الآسيوية. مضى الهلال من نصر إلى نصر ومن إنجاز إلى إنجاز، كان واضحا أن البطل قد عرف الطريق، وإنه اختار أن يجاور المجد وأن يكون للبطولات صديق. فرض الهلال سطوته على البطولات السعودية ومضى إلى آسيا فارسا يكتب التاريخ على طريقته، وبعد غياب امتد لثلاثة مواسم عن الحلبة الآسيوية. وفي العام 2000 كان الموعد مع البطولة الآسيوية الرابعة، بدأ الهلال المشوار بعبور السد القطري، فاز عليه في الذهاب بهدف نظيف وفي الإياب بهدفين مقابل هدف، ليتأهل إلى دور غرب آسيا، حيث أقيمت المباريات في الرياض بنظام المجموعات، وتأهل الهلال إلى الأدوار النهائية بعدما أثبت علو كعبه في مجموعته التي ضمت معه أرتش من كازاخستان والشرطة العراقي وبيروز الإيراني. بعدها تغلب الهلال على سامسونج الكوري بهدف نظيف في دور الأربعة، قبل أن يتغلب على جوبيلو الياباني بثلاثة أهداف مقابل هدفين. لقب جديد ومجد جديد وعيد يتلوه عيد. ناحية أحمد الدوخي وهجمات هلالية متوالية، محاولة إحراز التعادل أحمد الدوخي، فخر قبل أن تبدأ المباراة كان الجهاز الإداري في نادي الهلال يهيئ الفريق أنه
لا يعني يهيئ الفريق إلى أنه البطولة ليست بطولة سهلة، لكن الفريق كان لديه إمكانيات كبيرة، كان لديه لاعبين على مستوى، كان مدرب على مستوى، كان يحتار المدرب من يلعب من اللي يكون احتياط، لأن كنا الحمد لله تعاملنا مع بعض ممتاز، محترمين بعض، مقدرين وجهة نظر المدرب. فريق جبلو كان فريق يعني فريق قوي جدا من حراسة المرمى لين رأس الحربة، فريق متكامل. وأيضا فريق الهلال كان من محمد الدعية لين سامي الجابر وسيرجيو، كان برضو فريق متكامل ولله الحمد. يعني كنا متوقعين يعني أن الجابليو راح يوصل النهائي. بدأت المباراة، سجل سيرجيو في الدقيقة 3 الهدف الأول، وحاصل سيرجيو يسدد. تفاجأ يعني اللاعبين، حسوا بأنه خلاص يعني البطولة أصبحت قريبة من الهلال. ناكاياما تاكاهارو سجلوا هدفين وراء بعض في الدقيقة 18، ناكاياما تاكاهارا سجل في الدقيقة 19. ذهلنا الحقيقة، لكن أنا كنت متفائل لأنه كان هناك أسماء كبيرة وكان هناك نجوم، تألق الكثير من النجوم، جميع ال 11 لاعب الحقيقة في تلك المباراة كانوا نجوم بلا استثناء. وتتأخر بهدفين قدام جمهور وكمان فريق صعب وفريق قوي جدا، ولكن ولله الحمد الهلال يتميز بروح يعني كانت الحقيقة استثنائية بالنسبة لفريق الهلال ولعيبة الهلال في أثناء المباريات. شعور يعني قوي يجتاح اللاعبين، يختلف وينقلهم من حال إلى حال، من وضع إلى وضع. نقلنا يعني أمام جمهورنا وتخسر أمام فريق قوي جدا بهدفين وبطولة مهمة. كان فريق متعب صراحة، تكنيك عالي، لعيبة على مستوى عالي. فالمدرب يردنسكو طلب من أحد اللاعبين، ما أحب أن أذكر اسمه صراحة، فيمكن هو لما يشوف اللقاء يعرف، فطلب منه أنه لما ينزل في مهمة واحدة أنه يمسك هذا اللاعب، لأنه هو سبب صداع كان للفريق. فطلب مني كتابة اسم اللاعب، وكتبت اسم اللاعب ونزل اللاعب. فاللاعب ما أدى المهمة، متحمس، لاعب شاب، فكان يهاجم وتارك اللاعب هذا فريع. في يردنسكو زعل على طول، جاني قال لي هذا اللاعب يطلع برا وينزل محله. ما له 5 دقائق قال أوت. صراحة يعني في هذه اللحظة يعني أوكي إن نسمع كلام مدرب ما في شك، ولكن قلت له يعني ممكن إن ننبه، يعني ممكن نبه يعني لاعب صغير. قال له أوكي. فنادينا اللاعب وقلنا له يا فلان سو كذا كذا، قال طيب، ولا يسمع الكلام، متحمس فغير، فزعل اللاعب. حتى يعني اللاعب لما طلع على طول راح لغرفة الملابس من الجهة الثانية. ولله الحمد يعني في آخر الدقائق تحقق هدف التعادل من الكابتن سيرجيو. سجل سيرجيو بعد ذلك هدف التعادل في الدقيقة 89، بقي دقيقة على نهاية المباراة. استاذ الملك فهد كان يعني مليان، جت الدقيقة تقريبا 40 أو 41، أشوف الجمهور يعني هو واثق فينا، بس في بعض الجماهير أشوفهم يعني زي اللي خلاص فقدوا الأمل، لأن قابلين فريق قوي جدا يعني. فجت الدقيقة 43 تقريبا و30 ثانية، أذكرها بالدقائق طبعا في الثواني، بالذات الهدف ذاك. خميس العويران، خميس يمرر، جت الكرة من ناحيتي أنا، لعبها خميس العويران رحمة الله عليه لعبد الله المطرف لعبها لي، وانا ماسك الكوره اسمع الله يذكره بالخير صالح السلومي يقول لي هذا اوفرك، يعني بصرخه، فيقول لي تكفى. وانا ماسك الكوره سميت طبعا، قلت بسم الله الرحمن الرحيم، سميت بالله ورفعت الكوره، وانا اشوف يعني ما اشوف التيشيرت، اشوف من تحت، شفت شرابين زرق بس، هذا اللي أذكره يعني، ما رفعت رأسي أنا.
وانا طالع كذا بس اطالع بعين اشوف شرابين زرق، يعني يوم شفتها ثقت انا قلت خلاص برفع له برفع الكوره، فرفعت الاوفر رفعته قوي، قلت يا يصقح المدافع تجي جول يا يصقح المهاجم سواء سيرجي وسامي، وفعلا لعبت الكوره قويه مره زي الشوت يعني بس على طريقه الكروس الاوفر، فطلع سيرجي وزرق من بين المدافعين بين ثلاثة واربع مدافعين زرق وسكحها براسه وجاب الجول تعادل دقيقة 44. خميس عويرة، خميس مرر إلى عبد الله مطرف، عبد الله ناحية أحمد الدوخي وهجمات هلالية متوالية، محاولة إحراز التعادل أحمد الدوخي فخر عبد الله. مباريات فيها هدف ذهبي امتدت للأشواط الإضافية واستطعنا أن نجيب الهدف الذهبي. وبداية الشوط الإضافي الأول في الدقيقة 102 سجل سيرجيو الهدف الثالث، طبعا أبدع فيها سامي الجابر كان من نجوم المباراة. إلى سامي الجابر، سامي الجابر يمر بمهارة أيضا من ناحية اليسرى يحاول سامي الجابر يمر سامي الجابر وكرة تخمد تقديسها سامي يحاول وكرة من عارف. طلبنا المباراة عليهم 3-2 وحققنا كأس الكؤوس الآسيوية، مباراة حقيقة مشهودة أمام الفريق الياباني. بطولة مهمة كانت لنا، يمكن فريقنا يملك نجوم الاحتياط أفضل من الأساسيين، نملك مدرب على مستوى عالي يوردانسكو ومدرب عالمي، إدارة النادي برضو على مستوى، الجماهير الحاضرة في الملعب، وهذه البطولة يمكن تهم وعشق الجماهير الهلالية. الحمد لله وفقنا هذه المباراة وحصلنا على كأسها. والحقيقة كل لاعبي الهلال يعني كان تحس أنه فيه روح، فيه داخل كل لاعب حس وطني أكثر من أنه حس نادي. كانوا يتحدثون قبل المباراة وفي التمارين أنه لابد أن نقدم شيء باسم الوطن. جتنا فرحة غريبة جدا، يعني خلي الكاميرا على جنب، أنت لو تشوف الملعب واللاعبين والاحتياط و الأمير بندر الله يشفيه وعافيه إن شاء الله يا رب، يعني كانت فرحة، يعني كانت بالنسبة لنا عظيمة جدا. يعني تخيل في آخر الدقائق بطولة خارجية وبطولة آسيوية، يعني كانت بالنسبة لنا فرحة جدا كبيرة يعني. فلما رحنا لغرفة الملابس طبعا اللاعب برضو كان زعلان زعلان زعلان، فقال يوردانسكو وإنا نمشي أنا والمدرب، قلت له يعني وفرحانين الجميع، قال خلي خلي، قال خلي هذا بكرة، هذا صغير بكرة يرجع ويعرف وش قيمته. ففعلا يعني فلما جاء رجعنا بالتمرين بعدها بيوم فوضح للاعب وش خطأ، عرف اللاعب وش ليش المدرب سوى لك كذا، ولله الحمد يعني اللاعب صار نجم من النجوم يعني بعد هذه الحادثة. فما زلت أتذكر يعني هذا السيناريو في المباراة يعني، فكان أنا ما أخفيك كانت مباراة صعبة، كانت مباراة صعبة جدا. بعدها مباشرة حقق الهلال البطولة الآسيوية الخامسة بعد فوزه بكأس السوبر للمرة الثانية في تاريخه، وواجه فريق شيميزو الياباني ذهابا وإيابا، فاز عليه في اليابان بهدفين مقابل هدف. شيميزو هذا هو مانغود يلعبها حظ في الدقيقة ويحظها ضربة جول 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 الكاتو وهدف ثاني الكاتو 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 هذا يومه. كان رحلة طويلة إن أخذناها من الرياض إلى اليابان إلى طوكيو، من طوكيو إلى المدينة الأخرى لشيميزو، طبعا كانت رحلة جدا متعبة. وفي شهر رمضان شهر الخير أعتقد صعب جدا إنك تسافر في شهر رمضان يعني، وين شرق آسيا، يمكن طلعنا من الرياض إلى مانيلا الفلبين قعدنا 8 ساعات تخيل في المطار. طبعا المطار الفلبين يعني تقعد 8 ساعات على كراسي ولا على الأرض ولا على هذا، مباراة باقي عليها يمكن نحن رايحين قبلها بيومين يعني ما تمرنا تمرين واحد في شيميزو، قعدنا 8 ساعات ثم طلعنا 4 ساعات ونص أو 5 ساعات لطوكيو، ثم من طوكيو إلى شيميزو
تقريبا 12 ساعة في الباص، يعني ما في إلا الباص. كان عندهم القطار السريع، ولكن ما الوقت اللي وصلنا أبو ما نقدر يعني إلا بعد تقريبا من الصباح، إحنا وصلنا بالليل من الصباح، وصعبة جدا لأنه لازم نتمرن على أساس بعد بكرة تمرين. اضطرينا أن نروح على باص 12 ساعة. تمرنا طبعا من بكرة صيام، كان إحنا صايمين. أخذت الفريق كامل وطلعنا تسوقنا، رحنا سوق اشترينا، ولكن في مباراة نهائية ولا شيء. وسبق أني فعلتها في سوريا في البطولة العربية النخبة، كنا كل يوم نطلع نتعشى في مطعم الفريق كامل، بالإداريين بالمدربين بالجهاز الفني كامل. فيخرج اللاعب من التفكير أو الاسترس الضغط اللي قبل المباراة. بدأت المباراة، جمهور شميز وكان مالي الملعب، فريق قوي، ولكن الحمد لله يعني أذكر المباراة هذه الكاتو ونواف التمياط وجميع اللاعبين أعتقد أنهم أدوا مباراة كبيرة رغم الصيام. إحنا نلعب وإحنا صايمين، يمكن في الدقيقة 44 أو 43 من الشوط الأول يمكن حصلت عندي إصابة في ضربة الركنية لحد اللاعبين. قدر فرناندو أنه يستغل الوقت هذا أنه يوزع على اللاعبين تمر، لأنه المدرب كان أنه يبغانا نفطر ونلعب المباراة وحنا مفطرين، لكن حنا رفضنا ولعبنا وقلنا إحنا نتحمل. لما أذن أبو محمد فادم صبيح الله يذكره بالخير، كنا صايمين طبعا وتمر على الخط يعني، والحمد لله حققنا الفوز. فكانت هذه من أجمل يعني اللحظات اللي ما أنساها، فيها طبعا أشياء كثيرة. نهائي كأس السوبر لاسيوي، جمهور كبير حاضر لقاء اليوم. وفي الرياض تعادل الفريقان بهدف لكل منهما. فاجأنا بمستوى شميزه قدر يسجل جول، طبعا لو جاب الهدف الثاني صارت صعبه علينا. قلت انا كحارس مرمى اني لازم احافظ على مرمى انه ما يجي هدف ثاني، لانه هدف التعادل رايح يجي ان شاء الله. يعني الفريق مع مدرب الفريق يعني مع النجوم اللي موجودين، لكن لو جاء هدف ثاني اعتقد انه بتصير صعبه علينا احنا كلاعبين داخل الملعب، لانك لازم تجيب هدف وتصير تعادل. يعني احنا فايزين عليهم هناك بنفس النتيجه، من الصعب جدا انك هذا شميزه أنه بدأت النرفزة تجينا، عدم الارتباك صار موجود، الجمهور بدأ يضغط، الوقت بدأ يمشي. أعتقد هذه كلها عوامل، ولكن الحمد لله نذكر أنا لاعب مانجو وعمر الغامدي أعتقد أنه قدرنا نسجل هدف التعادل وقدرنا نحافظ على المباراة. تعادلنا 1-1 وسجل الهدف عمر الغامدي أحد نجوم الهلال. أمور كثيرة حصلت في هذه المباراة كانت جدا متعبة، ولكن في نفس الوقت كانت سعيدة حكم انك انت فزت في المباراة الاولى. بعد رحلة شاقة كانت لها كواليسها، احتفل الهلال بلقب يستحقه وتستحقه الجماهير التي سارت في كل درب تهتف للكبير. حققنا انجازات ولله الحمد، وهذا يعني بفضل يرجع طبعا لله سبحانه وتعالى وتكاتفنا ومحبتنا وجمهورنا في المقام الأول هو اللي دعمنا ووصلنا للعالمية. الانتصار على الكرة الشرق آسيوية إن شئت يعني إنجاز التعبير كانت يعني مفخرة لنا، مفخرة مش للسعوديين فقط ولكن للخليجيين اللي يعتبرون الهلال ناديهم، وللعرب وللإسلام والمسلمين ولغرب آسيا. فأنت تقيس كانت كل ما توسعت الدائرة، فالهلال دائما ما يفرح جماهيره في هذه البطولات، وكانت من الأيام السعيدة لجماهير الهلال وللجماهير السعودية عامة بأنه أضاف أحد الكؤوس المهمة اللي أدراجه. وكانت حقيقة من أسعد أيام حياتي أنا أتكلم كمتابع رياضي أو كإعلامي سعودي. أهل فريق نادي الهلال إلى نهائيات كأس العالم لبطولة الأندية الثانية. تأهل الهلال في هذا العام إلى بطولة كأس العالم للأندية عام 2001 بعدما حقق ثنائية آسيا، غير أن البطولة ألغيت في هذه السنة بسبب إفلاس الشركة الراعية.
الراعي الرسمي أو الريسبونسر هو الشركة أعلنت إفلاسها وتم إلغاء البطولة وتم تعويض الأندية كلها اللي كانت مشاركة في البطولة بمبالغ من الفيفا. يعني حتى نادي الهلال صرف له تعويض لأن كان المفروض أنه يتعاقد مع لاعبين أجانب ومدربين كان عندنا هذا الهدف بس تفاجأنا بإلغاء البطولة. ويعني حقيقة بعد المباراة أنا شخصياً كان لي لقاء مع الأمير سعود بن تركي. الآن وسموكم والهلال يشارك في بطولة العالم للأندية، ماذا تتوقع لهذه البطولة سمو الأمير؟ أتوقع بإذن الله أنها بتكون فاتحة خير علينا. الهلال بطبيعة فريق عالمي، تمت له الفرصة الآن مع مقارعة قرناء من الأندية العالمية وإن شاء الله بيثبت وجوده إن شاء الله. إن شاء الله نتمنى لكم التوفيق. شكراً شكراً إن شاء الله. من الذكريات الجميلة حقيقة أنه كانت لي يعني من القلائل أو المرات الأوائل في تاريخنا أنه الأندية السعودية تتأهل لبطولة أندية العالم، فذكرياتها جميلة حقيقة والنتائج كانت أجمل. كل شيء كان موجود متوفر لنا، ما يعني ما قصنا إلا الفوز والحمد لله حققنا ووصلنا المبتغانا. لكن صراحة كانت صدمة لنا عدم مشاركة في أندية كأس العالم. كانت صدمة بالقطع للجماهير الهلالية التي انتظرت أن ترى فريقها حيث يستحق. هذا أمنية أي فريق في العالم، لأنه أنت تلعب على الساحة الدولية، أنت تمثل الكرة، يعني هنا تبتدي تمثل مو فقط الكرة العربية، أنت هنا تمثل الكرة الآسيوية أكبر قارات الأرض عندما تلعب مع أندية العالم ويكون لك دور بارز وإبراز نجومك، ممكن يجي عروض يعني للاعبين من الخارج، فالوصول للعالمية بحد ذاته هو إنجاز، فما بالك لما تشارك في أندية العالم وتشارك في البطولة. لكن عوضنا فيها بألفين البطولة الأخيرة العام الماضي ولعبوا بأندية العالم ووصل المركز الرابع. وعلى الرغم من أن الهلال تأهل للمرة الثانية إلى بطولة كأس العالم للأندية في العام 2019 وحقق المركز الرابع، إلا أن المشاركة الملغاة عام 2001 ظلت ذكرى حزينة للجماهير الهلالية وللاعبين أيضا. يكفي أن حلم المونديال تأجل قرابة 20 عاما. جاءت البطولة الآسيوية السادسة في العام 2002، كأس آسيا للأندية أبطال الكؤوس، كانت تتويجا لجهود جيل بدا أن كثيرين منهم في الطريق للاعتزال ليحمل الراية، آخرون ينتظرون على درب الرجال. بدأ الفريق الدور الأول من البطولة أمام تشرين السوري، تفوق الهلال في سوريا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وفي الرياض تعادل الفريقان بهدف لكل منهما. تأهل الهلال إلى الدور الثاني حيث واجه الأقصى الفلسطيني في مباراتين أقيمتا بالرياض، فاز الهلال في الأولى بخماسية نظيفة وفي الثانية بهدفين مقابل هدف. وفي الدور قبل النهائي واجه الهلال فريق ريغار تاداز من طاجكستان، فاز الهلال في المباراة الأولى بهدفين نظيفين وفي الثانية بثلاثية نظيفة. بعد كذا تأهل كأيام ما كان النظام القديم أنه فريقين من الشرق وفريقين من الغرب يتأهلون في بطولة مجمعة تنظم من أحد الدول اللي ترغب من الأندية الأربعة. كانت الاستضافة في الدوحة العاصمة القطرية، الهلال ذهب البطولة هذيك، وكان يعني ما كانت الناس يعني متحمسة للهلال لسبب أنه لسه عائد من بطولة الكؤوس العربية وكان في تونس، ما كانت نتائج جيدة للفريق، خرج من دور الأربعة. الجميع كان يتوقع الهلال يكون له ظهور يعني من غير الظهور اللي حق يعني عمله في بطولة الكؤوس العربية، بسبب حقيقة أنه فشل في بطولة العرب في تحقيق هالبطولة اللي كان هو ذاهب لها وكان مرشح. شفت اختلاف وتباين الأشياء، أنه كان رايح لتونس وكان مرشح، وكان يمكن مرشح الأول أن يحقق البطولة.
فخسرها وخرج من الدور الأربعة. كان أيامها المدرب الكولومبي ماتورانا، كانت أيضا في رئاسة الأمير سعود بن تركي. كان في مجموعة نجوم حقيقة، كان من ضمنهم فيصل بوتنين، خالد رشيد، سامي الجابر، كانت مجموعة يعني جميلة جدا، ولكن ما حققت البطولة. فرجع الهلال من تونس حقيقة يعني بشكل مزعج، الجمهور يعني منزعج، كان يمني يعني الآمال أنه يحقق البطولة على أساس أنه لأن بعدها البطولة آسيا، على أساس يذهب البطولة آسيا ويكون على الأقل عنده شيء جيد. راح الهلال بطولة آسيا وكانت كل التوقعات مخالفة، غير كذا أنه الهلال سيقابل في نصف النهائي فريق السد القطري، وفي فريقين اللي هو الجنبك الكوري وفريق ليبيان الصيني. الجميع توقع طبعا لن يتجاوز السد على أرضه بين جماهيره، وفريق قوي السد في الفترة الماضية. وفي نصف النهائي أمام السد القطري فاز الهلال بهدف نظيف. شاءت الأقدار الهلال حقق الفوز على السد بهدف البرازيلي إدمنسون دياز، ويصعد الهلال إلى المباراة النهائية ليواجه تشومبيك هيونداي الكوري الجنوبي في المباراة النهائية. الأجواء حقت الدوحة كانت رطبة، وفي وقت يعني أعتقد أنه الجو زين نوعا ما. تعرف الكوريين لاعبين يعتمدون على السرعة، التسديد من خارج المنطقة، العرضيات، هذه كلها يعني سواء منتخب كوري أو الفرق الكورية يجدونها ويتقنونها بنفس الوقت. مشت الأمور بشكل يعني المتابع للمباراة والمشاهد للمباراة يرى أن الهلال كان جيد، المباراة كانت قوية، الهلال تقدم بهدف. كان الأوضاع جيدة وكانت الناس بدأت تتفائل إلى الدقيقة 71 اللي جاء فيها تعادل ضربة جزاء الفريق الكوري، وبيسدد داخل المرمى، داخل المرمى، وهدف التعادل. مباراة سجال بيننا وبينهم، هجمة هنا وهجمة هنا، قدرنا نحصل على بلنتي ضربة جزاء. أدمرسون بلعب إلى نواف، نواف بلعب إلى أدمرسون داخل المنطقة، وضربة جزاء. حسين علي أعتقد أنه ضاعها، وانتهت الأشواط الأصلية بالتعادل. وشوال في مرمى بسدد، اضطرينا أننا نلعب أشواط إضافية. حكم المباراة الدولي سعد كمير صافرته معلن نهاية هذه المباراة في وقتها الأصلي بتعادل الفريقين بهدف لكل فريق. والحمد لله يمكن من فرصة من أذكر عرضية من نواف التمياط، واللي سجل اللي ضيع البلنتي اللي هو حسين علي. نواف وبيلعب عالي جول. هذه اللي الفرحة انه لو سجل واحد غير حسين، اعتقد ان حسين تبي تصير معه يعني فترة ما هي بسيطة انه يضيع ضربة جزاء نهائي. هذه تأثر على اللاعب. الحمد لله وفق حسين علي انه يجيب الهدف الذهبي، وهذا اللي ابسطنا كثير. وكانت الليلة سعودية، فاز الهلال بهدفين مقابل هدف ليعلن السادسة ويطلق الاحتفال. ما لها إلا الهلال. رجع الهلال من الدوحة حامل كأس الكؤوس الآسيوية وسادس ألقاب الآسيوية، ولكن استمر طبعا انخفاض المستوى الفني، ولكن كان الهلال مقتنعين أنه مجرد تحقق من هالبطولة يعتبر شيء إيجابي بالنسبة لهم. لم يكن ما حدث للهلال بعدها منطقيا بالمرة. غياب تواصل لقرابة عقدين من الزمان عن منصة تتويج الأبطال الآسيوية بعد أن جانبه الحظ مع الشكل الجديد للمسابقة، والتي تأهل إلى النهائي فيها مرتين في عام 2014 و2017، لكنه لم يوفق في حصد اللقب. في هذه الفترة كنا ننافس بقوة. لما تنافس أنت ما تنافس في داخل منظومة الدوري في المملكة العربية السعودية، أنت بتنافس آسي. فبطولات كثيرة إحنا وصلنا فيها للنهائي، 2017 وصلنا للنهائي، 2014 وصلنا للنهائي،
في بطولات أخرى وصلنا إلى النصف النهائي، وصلنا إلى المرحلة الثانية. أعتقد أنا إنه كنا متواجدين لكن لم نوفق يعني، لكن على النطاق الأسوي بدون شك إنه التقليص اللي حصل البطولات جعلت الفرق يعني صعوبة التواجد والمنافسة أشد وأكثر. طبعا بطولة 2014 الشهيرة اللي أمام سيدني أعتبرها أنه أكثر بطولة فعلا سلبت من نادي الهلال، هي لنادي الهلال حقيقة ولكنها سلبت بفعل فاعل، وما عندي أدنى شك أنه كانت فعل فاعل وبقصد. وأنا أعتقد أنه كان فيه ولا يزال أعتقد نوعا ما ضعف في الاتحاد الآسيوي، لكن اللي حدث في 2014 يعني سلبت البطولة فعلا من نادي الهلال فيها. فكان يعني هذا الموقف الحقيقة اللي أنا كمشجع ترى ما كنت بشكل رسمي يعني، يمكن أكون رأيي يكون أكثر لو أنا في الإدارة أو أنا رئيس، لكن فعلا كمحب لنادي الهلال وكمشجع أعتقد أنها أكثر بطولة سلبت من نادي الهلال. في 2017 أنا أعتقد أنه سوء حظ، كان فريق قدم كل اللي عنده، أكثر اثنين في الفريق يعني يسجلون أهداف أو الهدافين كان إدواردو وعمر خربين أمام العين الإماراتي وأمام الفريق الإيراني بيروزي اللي هو اسمه. مجموع الأهداف اللي سجلها عمر خربين مع إدواردو 9 أهداف لوحدهم، هاتريك لإدواردو في أمام العين الإماراتي في مباراة الإياب أعتقد، وعمر خربين سجل 3 أهداف أيضا هاتريك في مباراة، وسجل إذا ماني غلطان هدف في مباراة التعادل اللي تعادلنا معه وتأهلنا للنهائي. المباراة اللي ما يسجل فيها عمر خربين يسجل فيها إدواردو في مباراة الأولى النهائي اللي كانت في الرياض، إذا لاحظت أنه إدواردو طبعا كل يتذكر أنه أصيب في الدقائق الأولى أصابة قوية كانت رباط صليبي، ومن سوء الحظ كان عمر خربين ما هو في يومه يعني، كان تحققت له العديد من الفرص أنه يسجل لكن ما قدر يسجل الهدف التعادل، وعلم المباراة هذه كانت بالراحة ممكن تنتهي 3-1 بالراحة أو 4 أيضا. المباراة النهائية اللي في اليابان أصيب عمر خربين أيضا في المباراة، فكانوا الاثنين اللي يسجلون في الفريق، واحد أصيب في المباراة الافتتاحية وواحد أصيب في المباراة النهائية، مو افتتاحية ولكن أقصد مباراة الذهاب ومباراة الإياب، واحد أصيب في مباراة الإياب. اللاعبين عملوا كل اللي عليهم الحقيقة، الجهاز الفني عمل اللي عليه، وإحنا موقفنا كإدارة كان موقف مشجع جدا للاعبين لأنهم بذلوا كل ما يستطيعون، ولكن أحيانا الحظ يتغلب على كل الظروف، ولم يكن الهلال محظوظ فيها الحقيقة في المباراة هذيك وإن كانت قريبة جدا. الحمد لله أنها تحققت في 2019 وأمام نفس الفريق وفي اليابان أيضا. والله كان تغيير جلد الفريق، كان فيه نجوم كبار والحمد لله أني كنت أنا رئيس عليهم، نجوم يعني أهرامات من الكرة السعودية، وبالإضافة إلى الحظ أو ما أبي نحكي على التحكيم وما التحكيم، بس بالعمل الدؤوب اللي هو هذا دائما ديدا الهلاليين، قدروا يبنون جيل، حتى الحمد لله أن تشرفوا بخدمة منتخب الوطن، الوطن حتى خدموه. جاءت الانفراجة في نسخة دوري أبطال آسيا عام 2019، وفيها استطاع الزعيم تحطيم الحاجز الذي حال بينه وبين ما يستحق، وتوج بلقب دوري الأبطال للمرة الثالثة في تاريخه والأولى في ظل النظام الجديد للمسابقة. مستحيل يوصل فريق إلى النهائي سهل، مستحيل يعني، هذه لازم العالم تعرفها في كل مكان، لكن احنا بمجهودات الفريق مع بعض وروحهم مع بعض وإمكانيات الفريق كلها تكتلت مع بعض.
2019 احنا ما اعطينا الفريق اللي امامنا اي فرصه حتى يفكر. اللاعبين هذه مهما تسويت انت، مهما كانت من خطط هذا، اللاعبين ما بينهم اعتقد انه هنا هذا السحر. اللاعبين دائما وابدا احنا نبحث على اننا نحط على الجهاز الفني او الجهاز الاداري بعض اللاعبين هم الاساس. اخطاء الفريق في 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 البطولتين السابقتين اللي وصل فيها للنهائي مع سيدني ومع اوراوا تلفوها اللاعبين بشكل كامل في البطوله الاخيره، حتى على حماسهم رغبتهم مختلفه. يعني كانوا قبل مباراه سيدني اذكر ان الفريق كان متوتر ومضغوط كثير لدرجه انه الحكم طلع صحيح فيها اخطاء تحكيميه كبيره في مباراه سيدني، لكن الفريق طلع من تركيزه بالكامل بسبب الاخطاء التحكيميه. مباراه اوراوا كان الفريق الغي هدف في مباراه الذهاب، ومع ذلك الفريق واصل بتركيز وبهدوء وسيطر بشكل كامل على مجريات المباراتين. اصبحنا اكثر خبره واكثر تمرس وتعود مثل هذه الاجواء كمجموعه واحده، وانعكس هذا الشيء علينا ايجابي داخل الملعب يعني. وقدرنا نحقق اللقب امام فريق وخصم كان صعب وعلى ارضه وجمهوره يعني. تحقق المنجز في 2019 بتكاتف الجميع من رئيس نادينا، اعضاء شرف، جهاز فني، جهاز اداري. والعنصر المهم الاول والكبير اللي اقول لك اياه اللي كان يعني داعم لنا وسند في كل مباراه اللي هو الجمهور اللي دائما وقفته كبيره مع اللاعبين والمحفز والداعم الكبير للاعبين اللي يظهرون بافضل حالاتهم في المباريات الكبيره والمحافل الدوليه. كان الفريق ما كانه يلعب خارج ارضه، في دعم جماهير، تشوف الجماهير الهلاليه اخذه كامل المدرج المخصص لها وكان في تفاعل. الفريق النسخه كانت نموذجيه صراحه. وكان اللقب على حساب اوراوا ريد دايموندز الياباني الذي تفوق عليه الهلال في الذهاب وفي الإياب ليستحق البطولة بعد غياب. نادي الهلال كان مرشح البطولة بحكم أنه لعب في الأدوار التمهيدية وقابل فرق جدا قوية في الأدوار التمهيدية في بطولة آسيا، وحتى في 16 في دور الثمانية دول الأربعة قابل فرق جدا مؤهلة أنها توصل إلى النهائي. هذه من الأشياء اللي ساعدتنا أن الفريق يكون بطل البطولة بشخصية اللاعبين وبشخصية البطل اللي الهلال دخل البطولة هذه بشخصية أنه بطل. وكان الهلال قد دشن مشواره في البطولة بمواجهة العين الإماراتي في دور المجموعات، وفاز أزرق العاصمة بهدف دون رد، وفي الجولة الثانية فاز على الدحيل القطري بثلاثة أهداف مقابل هدف قبل أن يخسر من الاستقلال الإيراني بهدفين لهدف. لكن الهلال أعاد الأمور إلى نصابها الصحيح وعبر الاستقلال في الجولة الرابعة بهدف دون رد، ثم عاد وفاز على العين بثنائية نظيفة في الخامسة، وتعادل مع الدحيل بهدفين لكل فريق في الجولة السادسة. وفي ثمن النهائي فاز الهلال على الأهلي ذهابا بأربعة أهداف مقابل هدفين، وخسر في الإياب بهدف نظيف. وفي دور الثمانية تعادل مع الاتحاد ذهابا بدون أهداف قبل أن يفوز بثلاثية مقابل هدف في الإياب. تأهل الهلال لدور الأربعة، حيث مواجهة السد القطري بدا واضحا أن البطل عازم على المضي حتى النهاية. فاز الهلال في الدوحة بأربعة أهداف مقابل هدف، وخسر في الإياب بالرياض برباعية مقابل هدفين، ليتأهل بمجموع الأهداف في المباراتين. بعد ما قابلت الأهلي والاتحاد وتقابل نادي السد وتفوز في الدوحة برباعية ملعب السد، نادي السد تعرف نادي كبير وكان وقتها فريق جدا قوي، وتجي مباراة الإياب كل ظروف المباراة تمشي في صالحك أنك تحسم مباراة من الشوط الأول وتسجل في المباراة، فجأة يمكن في غضون 5 إلى 10 دقائق تجي فيك 3 أقوال كانت علينا زي الصاعقة. ما كان في ردة فعل من اللاعبين، منا كجهاز إداري كجهاز فني، تعرف اللي جت صدمة 10 دقائق أنت تجي تقريبا في 10 دقائق يحرز فيك 3 أقوال يعني شيء صعب جدا. فالحمد لله تداركنا الأمر وسجلنا، سجل قمز هدف أراحنا بشكل كبير، بس كنا على أعصابنا إلى نهاية المباراة، خاصة مع الكرة الثابتة اللي كانت في نهاية المباراة اللي أعتقد في ناس كثير
تعبوا نفسيا واللي راح مستشفى، كلنا انضغطنا بشكل كبير في المباراة هذه، والحمد لله ربي وفقنا. يعني أسميها مباراة الرعب صراحة. كنت خايف على المعيوف أن من كثرة التوجيهات أنه يتشتت في آخر فاول كان لهم. رحت له بكل هدوء قلت له عبد الله ترى الكورة في زاويتك، ووخرت عنه قلت له ركز مالك من أحد، الكورة في زاويتك. فالحمد لله يعني صدها المعيوف وتأهلنا إلى النهائي. يعني هذه من المواقف اللي كانت صعبة علينا. وفي ذهاب النهائي أمام أوراوا ريد دايموندز الياباني، فاز الهلال في الذهاب بالرياض بهدف البيروفي أندري كاريلو قبل أن يؤكد تفوقه في الياباني نفسها، ويقتنص اللقب من أوراوا بهدفين نظيفين في المواجهة التي احتضنها استاد سايتاما الياباني، ليستعيد الزعيم عرش القارة الصفراء ويعلن سيطرته على الأجواء. وكانت من أجمل المباريات أنا بوجهة نظري اللي أنا أشوفها في تاريخ نادي الهلال بكل صراحة أتكلم معك، من ناحية الحضور الفني، الحضور الذهني، القتالية العالية، الشخصية الكبيرة اللي كانوا عناصر الفريق بدون استثناء داخل الملعب حاضرة مسيطرين على المباراة، والحمد لله رب العالمين حققناها بكل جدارة. والكل الموجود في منظومة العمل سواء من إدارة النادي على رأسهم سعد بن نافل وأعضاء مجلس الإدارة، كجهاز كرة قدم، جهاز طبي، جهاز فني، اللاعبين اللي هم السر الحقيقي في الانتصار الكبير، أعتقد أنهم سجلوا أساميهم مداد من ذهب في تاريخ نادي الهلال في بطولات آسيا. جيل ممتاز جدا، عوض الجيل اللي كنت أنا اللي كنت فيه. يعني ما شاء الله هم تقريبا عماد الفريق الهلال والمنتخب السعودي. يعني حتى يعني بعض الناس أو بعض الإعلاميين كان يسقط المنتخب السعودي يقول غابوا لعيبة الهلال ما ظهر المنتخب السعودي بالشكل، كانت هذه في دورة الخليج الماضية. فهذا أكبر دليل أن جيل ممتاز جدا، بالإضافة إلى اختيار الأجانب المميزين مع أفضل محليين عندك في المملكة. وأنا متأكد يعني في المستقبل قاعدين نبني احنا الجيل قادم بتشوفه يعني قريبا إن شاء الله، يعني خلال 4 سنوات يطلع لك جيل محلي قوي جدا. أما البطولة الثامنة الأخيرة فتلك الأغنية الأثيرة، صنعها الهلال بالعرق والكفاح وعلى عكس ما قدمه في دور المجموعات، وتأهله بصعوبة بفعل ظروف عديدة كثالث أفضل فريق ثاني في دور المجموعات. قدم الهلال أداء مميزا في الأدوار النهائية، فانتصر على استقلال طهران بثنائية في ثمن النهائي، ثم بثلاثية في مرمى بيرسبوليس الإيراني أيضا قبل أن يعبر شقيقه النصر، وأخيرا بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي. وربما من حسن الطالع أن الموعد كان في الرياض حيث اعتاد الزعيم أن يطلق الأعياد. البطولة الآسيوية الثامنة للهلال، هكذا يفعل الأبطال. سر في طريقك شامخا تختال، يا زعيم الأمنيات وأنيس الأمسيات وفرحة الأطفال. الهلال لا شيء يشبهك سوى أجمل الأشياء، القصيدة، الأشجار، وقرينك المضي في جوف السماء. لا شيء يسكن قلوب محبيك كما تفعل أنت، لا شيء يضيء الرياض كما تفعل الفرحة معك حين يأتي صدى نصرك من قريب أو بعيد، حين تصبح العيد. أيها الحارس على كل الأماني، ساكن التاريخ والقدر السعيد. الهلال فرح، يعني أنت تفرح أكثر تشجع الهلال على المستوى الكروي. فأنا أعتقد أن الهلال يعني يرمز للفرح، للسعادة الكروية اللي يخلي كل من يحب الهلال
على الأقل يفرح مرتين ثلاثة بالسنة الحمد لله. الغرسة اللي نبتت في هذا في هذا النادي نبتة صالحة، نبتة طيبة، لذلك الآن أنت تشوف ثمارها، تشوف المكتسبات، تشوف البطولات اللي يكتسبها هذا بفضل الله، التوفيق من الله سبحانه وتعالى، ولكن بالنبتة الطيبة اللي وجدت في هذا النادي. الهلال وآسيا، تلك قصة تستحق أن تروى، قصة بطل من تلك الأرض التي اعتادت أن تحمل الأبطال، في كل شبر منها له علامة في قلب محب وأغنية يرددها عاشق، وفي المدرجات يتردد صدى الهتافات العالية، ربما مع الهلال هناك ما هو أكثر تهتف له حتى المدرجات الخالية.